السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. عواشركم مبروكه ورمضان كريم. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، اليوم غادي ندير معكم هذه الوصفه ديال الميني كيش بعجينه سهله اقتصاديه وبحشوه، كتجي بنينه بزاف. بقاو معنا البنات باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. كما كتشوفوا كيجيو ناجحين اقتصاديين وكيجيو بنان بزاف. وبسم الله نبداو. غادي نحتاجو في العجينه البنات، عندي هنا بيضه، عندي نص كاس زيت، عندي الثومه بودره تحسب نص معلقه صغيره، اللي كانت عندكم حتى البصله بودره ديروها، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الفلفله الكحله، اللي بغى يدير الزعتر محكوك يديرو، والدقيق كيبقى حسب الخليط، ونص معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات، نص معلقة صغيرة، صافي. غادي نخلط هاد المكونات كاملين، نجمعو هكا غير بالاصابع ديالنا، ونضيفو الدقيق. المهم كيبقى الدقيق كيبقى حسب الخليط، يعني من تجمع لكم العجينه صافي. صافي هنايا كنسرحو العجينه مزيان بالدلاك، انا سرحتها على الورق ديال الفرن، نتوما تقدروا ديروا السلوفان باش يسهل علينا نهزوها. انا غادي نستعمل هاد الليمول هادو اللي كيدي مولاو بحال هكا، المهم تقدروا ديروا مول يعني شكل عائلي، انا غادي نديرهم هنا هكا فرديين. صافي البنات هنايا من بعد ما عدلناهم في ليمول بحال هكا، صافي تقبناهم كاملين بالفرشيط كاملين مع الجناب وهنايا في الوسط. صافي دابا غادي ندخلهم الفران يتيبوا واحد الشويه، ما نخليهمش يتحمروا، يتيبوا واحد الشويه ونخرجوهم باش نعمروهم بالحشوه. صافي البنات هي العجينه ديال لي كيش ديالنا واجده. كيفاش كتجي الحشوه؟ عندي هنايا بصله مشحره، عندي هنايا الدجاج، صدر ديال الدجاج حتى هو مشحر مع شويه ديال التوابل، الفلفله الكحله والسكينجبير وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال الملحه، وعندي هنايا الفلفله الخضراء والفلفله الحمراء، هذه مشويه شويتها. صافي غادي ندير في الاول، غادي ندير شويه ديال البصله، الا بغيتو ديروا شويه ديال لاصوص طوماط هو الاول، انا غادي نسبق شويه ديال لاصوص طوماط في الاول. صافي كما شفتوا راني درت لاصوص طوماط ديال البيتزا، لاصوص اللي كديروا في البيتزا، غادي ندير البصله في الاول بحال هكا. غادي ندير فوقهم الدجاج، حتى قطع ديال الدجاج، تقدروا ديروا الكفته ولا الطون، وغادي ندير فوقهم الفلفله اللي شوينا. الا كانت عندكم الفلفله الصفراء تقدروا حتى ديروها. صافي وعندي هاد لاصوص هادي باش غادي ندير نعمر ليكيش اللي غادي نديرها على ليكيش. عندي هنايا علبه ديال دانون مسوس او يوغور مسوس، عندي هنا دانون محكوك، اما عفوا الفرماج محكوك يعني موتزاريلا ولا اللي كان الجبن اللي كان متوفر عندكم، ودرت فيهم شويه ديال الحليب هكا باش يجي جاري.
صافي البنات غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نساليهم ان شاء الله وندخلوهم للفران. غادي ندير فوقهم واحد شويه ديال الزيتون كحل وصافي. وفي الاخيره البنات هادو هما اللي كيش ديالنا بعد ما جبدناهم الفران كيفاش كيجي وجاو محمرين البنات. الصراحه كما كتشوفوا اقتصاديا وصفه سهله كتجي بنينه. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم يا ربي. شكرا لكم كاملين على التتبع ديالكم، شكرا لكم على الدعم ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم، ومع السلامه وفرجه ممتعه وصحه فطوركم.